ثواني كده دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم كافيه. اقول له architecture وابدا ارسم الحوايط في الاول اهو، مثلا من هنا لهنا. طيب هظبط اليونت الاول، اكون متخيل حجم الحاجة اللي انا هرسمها، وليكن مثلا بالشكل دوت اهو. واقول له ارتكشر وابدا ارسم مثلا جزء هنا، يبقى مثلا خاص بالادارة بالمطبخ والحاجات ديت اهوت. هلغي دوت ده، رسالة الغلط اساس ان في حتتين مكررين. طيب هبدا ارسم شكل كده يكون خارجي، فمحتاج ريفرنس لاين ابدا ارسم منه. ريفرنس بلين اهوت، واسمي الريفرنس بلان ده A1 تمام، على اساس ان انا اقدر اعمل سيلكت عليه. وبعد كده ممكن اجي ارسم من كومبوننت، اقول له موديل ان بليس، واختار ده مثلا ده فلور، واقول له انا عايز اكستروشن، واقول له انا عايز اظبط الورك بلان بتاعي ان هو A1. لو انا ما اديتوش اسم مش هيظهر معايا هنا، بيقول لي اختار بقى ترسم من اني اتجاه. طيب اهو دي الحيطة، هي حدود الحيطة. هبدأ اقول له انا عايز ارسم مثلا حاجة من الشكل دوت، لهنا 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 كده مثلا تمام. وبعد كده عايز اقول له اوفست، اوفست بمقدار قد ايه؟ بمقدار مثلا 200. طيب بعد كده عايز استخدم بقى الأداة ديت اللي هي فيليت أرك من هنا لهنا، وأبدأ أخليها مثلا بالشكل دوت، ومن هنا لهنا بالشكل دوت. وأقدر بقى أستخدم أقول له أوفست برضه لديت وديت. بعد كده تريم من هنا لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا. بعد كده ممكن ترسم بقى ارك مثلا من هنا لهنا، ونفس الفكرة برضو هنا. تعال بقى نشوف 3D اهوت. تقدر تغير ارقام من هنا او تسحب بالشكل دوت، بالشكل دوت اهو. وتقدر تيجي هنا بقى تختار تظهر في أنهي بلان كله، ومن هنا تقدر تختار ماتيريال معين زي ما انت عايز، ممكن مثلا وود. الشكل دوت اقول له فينش، تظهر بالشكل ده. انت بقى اختار بقى اللون الشكل اللي انت عايزه زي ما تحب. طيب انا عندي الحوايط لازم اعمل عليهم سيلكت كده ماشي، واقول له انا عايز اعمل اتاش، بحيث ان الحيطه تقف عند الحاجه ديت تمام. ممكن تعمل ديليت لديت مثلا وتخلي الحيطه تكمل. ممكن بقى تعمل سيلكت على الحيطه دي وتقول له ايديت بروفايل، و تظبطها بحيث انها تبقى ماشيه مع ديت. تقول له بقى انا عايز الخطوط دي كده، تلغي دوت، ترم ده مع ده وده مع ده بالشكل دوت. ونفس الفكره برضو في الحاجه التانيه، اقول له ايدي بروفايل، واقول له بيك، وابدا اختار الحوائط دي بالشكل دوت، وألغي الخط ده، وتبدأ تعمل تريم. طيب احنا عاملين دي الناحية دي، ممكن تعكس الناحية التانية أو نخلي الباب متجمع مفيش مشكلة خالص. خليني أقول له دور أوت، ممكن تحط بقى كام ترابيزة هنا زي ما هنشوف مع بعض.
ماشي، خلينا نقول له اعكس لنا الحواف ديت ميرور، مش عايز كوبي. ودول برضه هتظبطوا نفس الفكرة، يعني هتقول لهم ادي البروفايل، وتقدر تخليهم زي ما كانوا، مفيش أي مشكلة خالص. أقول له دول ونلغي دوت، ونقول له موافق، وممكن الحتة دي ناخدها كوبي، ونلغي ديت وناخد دي كده كوبي. نخليها بالشكل دوت، طيب ممكن مثلا نخلي الحواد كلها ازاز او حيطة واحدة ازاز زي ما نحب، يعني ممكن نقول له خلي لنا ده مثلا كيرتن وول اهوت، ونقدر نقول له انا عايز اخليها اني احط كيرتن جريد مثلا بالشكل دوت، وتقدر تحول دوت ل مليون بالشكل دوت. طب محتاجين بقى نضيف الباب هنا، طيب هقول له بقى انا عايز باب، بس الباب دوت نوع كرتين، فمش أي باب ينفع معايا، تمام؟ لازم مثلا حاجة زي كده، تبدأ تختار اللي أنت عايزه، وليكن مثلا باب بالشكل دوت، هيبدأ يتحمل، تيجي تعمل سيلكت هنا وتقول له تاب بحيث تبدأ تختار، وتبدأ تختار نوع الباب بالشكل دوت، أو بقى عندي الباب دوت، تمام؟ طيب تعالى بقى نحط بعض الترابيزات كده. اقول له انا عايز كومبوننت، بيسأل كومبوننت هل عندي ترابيزات، ما عنديش، اقول له الفاميلي، واختار فرنتشر، وابدا اختار مثلا تيبل، نختار مثلا حاجه بشكل دوت بالكراسي بتاعتها، وتبدا بقى ترص زي ما انت عايز، ممكن تحط واحد بس، وبعد كده تعمل اري، تعمل لو سلكت دوت وتقول له array عايز مثلا 5، وهيديك أول حاجة وآخر حاجة. النوم لوك بس شغال، وبعد كده ممكن تكرره مثلا مرتين تلاتة زي ما انت عايز. ماشي، ممكن بقى تبدأ تقسم بقى، تحط هنا مثلا دورتين مياه، واحدة رجالي وواحدة حريمي، تبدأ تحط الترابيزات، ممكن نخلي دي مثلا متوصلش للحيطة، تبقى صغيرة بحيث الناس تقدر تشتري منها، يعني زي بقى ما انت حابب. هنا ممكن تحط برضو ترابيزين تلاتة بالشكل دوت اهوت، ممكن بقى تبدأ تدور على رفوف تحطها بحيث تغير تدي منظر الشكل. خلينا نشوف ايه الحاجة اللي ممكن نحطها، كومبوننت لود فاميلي فرنتشر، مثلا ممكن تحط لهم تي في عشان يتسلوا ويتفرجوا عليه اهوت، حط لهم شاشة كبيرة، أنا مش لازم حاجة من جدنا يعني اهوت، بس نروح على الارتفاع كده، أعلم عليهم كده، شوفهم في 3D، ودي بقى تعليها شوية.